طيب أردوغان يتحدث للمواطنين في تركيا عن هذا الإنجاز الجديد، وأنه ابتداء من هذا الشهر وبالتحديد من هذه الأيام سيتم جعل يعني أول فاتورة مجانية فيما يتعلق بفاتورة الغاز، ثم بعد ذلك ولمدة عام فإنه استخدام الغاز فيما يتعلق بتسخين المياه وفيما يتعلق بطبخ الطعام سيكون بالمجان. إذن بماذا تعلق على هذا الأمر، خاصة مع استخراج تركيا لهذا الغاز من البحر الأسود وضخه الآن للشبكة المحلية وإيصال هذا الغاز للمنازل في عموم تركيا في إنجاز جديد يحسب لأردوغان؟ الحقيقة هنا يعني ده مثال مهم جدا على استغلال الشعب لثرواته. يعني عندما يكون هناك اكتشاف جديد للغاز وكميات ضخمة للغاز، هنا هناك يعني فائدة مباشرة بتحدث للمواطن من هذه الإنجازات. على سبيل المثال في مصر عندما يعني اكتشفوا حقل زهر، وهو يعني حقل كبير جدا للغاز، تم زيادة أسعار الغاز المنزلي في البيوت المصرية رغم اكتشاف حقل زهر والعديد من حقول الغاز الأخرى. هنا في تركيا بنرى الرئيس أردوغان يريد أن يجعل المواطن يعني يشعر بأن فعلا أنه يستفيد من هذه الثروات التي تم العثور عليها. فالحقيقة مثال جميل جدا، ويا ليت يعني إن شاء الله لو في مصر بقى عندنا ديمقراطية نرى في يوم من الأيام حاجة مشابهة لهذا الأمر.